أذهب الآن إلى كييف، حيث هو السيد إيفان يواس، مستشار مركز السياسات الخارجية الأوكرانية. سيد إيفان، في تصورك كيف تخطط القيادة الأوكرانية لتعويض خسائر المدرعات التي منيت بها في هجومها المضاد؟ أم أنك ترى أن الأرقام الروسية غير دقيقة؟ مساء الخير من كييف. تحياتي إلى استوديو القاهرة الإخبارية والسادة الضيوف والمشاهدين. نعم، أتفق مع هذه البيانات التي طرحتها وأن الأرقام الروسية غير صحيحة. في البداية نحن على دراية أن هذه المأساة بدأت بالفعل، هناك بعض الأرقام المتضاربة بشأن الخسائر والوفيات، والأمر غير صحيح، هذه البيانات غير صحيحة، حتى أن هناك بعض الأفراد الذين أصبحوا كما ندعوهم الخسائر من هذه الحرب. هناك لا أجد ما أعبر عنه عن هذه الخسائر، ولكن روسيا تعيش في عهد روزبوني، هناك واقع مختلف، هناك الكثير من الأرقام المتضاربة وهذه الأرقام ليس لها أي علاقة بالواقع. نعم، أوكرانيا خسرت بعض الدبابات، ونعم خسرنا بعض الأساليب التكتيكية، ولكن ليس هناك أي خسائر فادحة أو آليات من التي تلقيناها من رفقائنا وشركائنا. هناك حزم من الدعم التي ستصل إلى أوكرانيا أيضا، ولهذا أعتقد أن الخسائر حتى الآن ليست بهذا الكم الخطير، ولهذا لن تؤثر على العمليات المستقبلية من الهجمة المضادة. وكما ذكر المدير العمليات لدينا، نحن في الحاجة كبيرة إلى ضرب المدفعية الروسية، ومن ثم استخدام قوات الاحتياط الأوكرانية، ونحن حققنا حوالي 70% من حشد القوات الاحتياطية. وفي البداية نحن قمنا بتدمير أيضا المدفعية الروسية، ومنذ بدء الهجمة المضادة حققنا الكثير، ولكن هناك كثير من الدفاعات التي أسستها روسيا. ومن وجهة نظري أعتقد أن هذه الدفاعات قوية وتحتاج الكثير من التجهيزات، ولكن لن تغير من خططنا المستقبلية.